من أقوى أسباب الرزق سبب ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قد يكون أقوى من الدعاء وقد يكون أقوى من الاستغفار. هذا السبب لا يعيه أو لا يفهمه أغلب الناس. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآية واضحة كل الوضوح، ولكن مشكلة الناس في فهم معنى التقوى. الله يعطي دلالة في الآية أن الله يجعل لك مخرج من كل مشاكلك أيا كانت، أيا كانت مشاكلك نفسية، صحية، معنوية، اجتماعية، وكذلك يجيك الرزق من حيث لا تعلم، من حيث لا تحتسب. والرزق هنا الله لم يخصص رزق بعينه، الرزق كلمة شاملة لكل الخير اللي يرغبه الإنسان في حياته: الخلفة، الزواج، المال، السعادة، العلاقات. آية يعني تستحق منا أن بس نركز ونفهمها ونطبقها في حياتنا. نيجي لموضوع التقوى. التقوى يظنون أغلب الناس أن موضوع التقوى فيما يتعلق بينك وبين الله، العبادة، وأنك يعني تتبع أوامر الله وتجتنب نواهيه، ولكن يغفلون عن جانب آخر في التقوى يعني لا يعيه أغلب الناس للأسف، وهو في التعامل مع الآخرين. الآخرين أيا كان، حتى تعاملك مع الناس، مع المخلوقات عموما، مع حتى الطبيعة، ممكن رمي النفايات يعتبر من عدم التقوى لأن فيها أذية. شفتوا؟ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الله عادل سبحانه، عدل، عدل إلهي يعني ما تتخيله، شيء يخوف، يخلي الواحد فعلا يمشي صح في حياته. تعاملك مع الآخرين، اللي عنده نوايا غش، عنده نوايا خداع، اللي يستخدم السلطة في يعني أو يتحايل على الأنظمة، أو هذا من عدم التقوى. ممكن أنك تنجح، ممكن أنك تخدع الناس، لكن لن تخدع الله، وستدفع ثمن كل أذية تسببتها لأشخاص آخرين، أو أسأت الأشخاص يعني غيبة، نميمة، تشويه سمعة، سحر، حسد، حقد، كره، أي نوع من أنواع الأذية يرجع للإنسان هو ما يعلم. حتى الأشياء البسيطة، يعني في مثل بعض الأمور اللي يظنون الناس أنها بسيطة، شخص يأخذ إجازة مرضية مثلا وهو بخير يعني سليم معافى جالس في البيت، بس ما كان له نفس يداوم، فكلم زميله، أو هو تحايل على النظام، أو راح يعني مثل أنه مريض، راتب هذاك اليوم اللي بيدخل عليه راح يدفعه في فاتورة علاج أو فاتورة مخالفة أو بأي شكل من الأشكال، راح يرجع عليه بالهم بالغم. في ناس في حياتهم عسر ويقول أنا ما سويت شيء، هو يظن أنه ما سوى شيء، ولكن لا تحسب أن الله غافل. من معاني التقوى الجميلة أنك في حركاتك وسكناتك وتعاملاتك مع الآخرين تكون واعي أن الله يراك، الله يراك، فأنت عامل حساب هذا الشيء، متقي، محسن. ومن معاني التقوى برضه الإحسان، العطاء، التجاوز، تغافل عن بعض الأمور والتفاهات، ادفع بالتي هي أحسن، العطاء، البذل، يعني لا تسعى دائما في تشويه سمعة، لا تشارك في سواليف بطالة، ولا تشارك في، انتبه انتبه، موضوع التقوى موضوع يحتاج شرح وتوضيح أكثر، لكن تذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفس مطلوبة، أن من فترة لفترة يقع منا بعض الذنوب، بعض الأخطاء، لكن هذه ليست نهاية المطاف. باب التوبة مفتوح، والاستغفار موجود كأدوات الله سبحانه وتعالى وضعها لنا تساعدنا أن نصحح مسارات ونعدل ونتوب ونستغفر ونرجع لله. كونوا بخير، في أمان الله.